سلام عليكم، صبحكم الله بالخير وعيدكم مبارك. في سبتمبر 2017 يوم مبروك إن شاء الله. من هذه المناظر الجميلة ومن هاي البركة التي تنتظرني فيها أنا وحيد، ومن أعلى فندق في تايلاند نقول لكم صبحكم الله بالخير وعيدكم مبارك. هذا الطابق 88 واحنا الحين في هالكافي الطابق 20. طبعا الرياضة من الصبح والسباحة في هالبركة، وبعدين السكن في هالمكان الحلوة. تريد نروح ونقول لكم عيدكم مبارك، كل ايامكم سعيدة، وانا دائما من المحظوظين، دائما كل شيء على حسابي بروحي، كأن انا مخل فندق برايفت. للحجاج الله يجمعني وياهم في الأدعية إن شاء الله. خلدناكم الدعاء والزيارة حجاجنا، تتوصلون بالسلامة إن شاء الله. سعي مشكور وحج مبروك. أسعد أيام الحلوة، أسعد أيام الحلوة بدعاكم لي يا المؤمنين. شكرني ربي على الفضائل اللي تفضلت علي بيها، مشكور. وشكراً يا المؤمنين اللي دعيتون لي بهالخير والبركة. الله يعطيني وياكم الصحة والعافية. هذا الماء طبعاً في الطابق 20 هالبركة تجنن. السكن في هالفنادق أبو 100 طابق هذا يجنن. أنا معدور. تعال محلي أنت وشوف. أنا صراحة بدعاكم الحمد لله.